السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير ديزاد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على الاعلام المصري يقرب الكان من المغرب في تفاصيل، وين اكدت تقارير اعلاميه مصريه ان الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم استقرت على منح شرف تنظيم كاس امم افريقيا 2025 للمغرب. هنا كي نقولوا كيما هكا، حنايا كي نقولوا هكا يعني وين تعرف اللي صح الدواء. كي مدوا كاس افريقيا للسيدات عطاوها للكوت ديفوار، وهما بعد كاس افريقيا الاولمبي يعني وقيله في كات جويليا ولا سجوي غادي يبلعوا لي ستاد تاعهم، يعني خمسه وقيله ولا سته تاع لي ستاد، ويديروا ترميم ويغلقوا. يعني كاين امور وين غادي تكون ايجابيه في الملاعب، المغرب غادي يكونوا ايجابيين ويكونوا زعما يوجدوا 2025 اللي داوها هما ما عارفين بلي داوها. وكشفت مصادر ذاتها أن اللجنة التنفيذية داخل الكاف اختارت المملكة المغربية لاستضافة الحدث القاري 2025 لجودة ملفها المعزز بمعطيات وأرقام واقعية عكس باقي المنافسين الذين كانت ملفتهم عبارة عن مجسمات وترقبات مستقبلية. وحسب المصادر نفسها فإن المغرب يعني جاهز لاحتضان كأس القارة بداية من نسخة 2023، ماشي 2025 حتى 2023 وجاهز لها. وفي حال تأكد تنظيم المغرب بالكان 2025 فستكون المرة الثانية التي تنظم فيها المملكة المغربية هذا الحدث القاري بعد نسخة 1988، إضافة إلى تراجعه عن استضافة دورة 2015 بسبب تفشي وباء إيبولا. ويذكر أن المغرب يستبعد استضافة البطولة كأس أمم إفريقيا لأقل من 23، يستعد يعني المؤهلة إلى أولمبياد باريس في الفترة ما بين 24 و 8 جويليا. يعني غادي 8 جويليا كي تكمل غادي يبلعوا والشركة تبدا الخدمة. هذه هي باش يكون يعني باش يكون في علمكم برك. أنا ما نقولوا بلي شاهدنا وين الإعلام المصري وين يؤكدها، يعني وين أكدها بلي سيبو راحت. أنا كي نقول لكم بلي سيبو راحت، لازم تخدموا حاجة وحدة أخرى، لازم تخدموا على حاجة وحدة أخرى. خاطر هذي تاع سيبو راحت راحت، لازم تأمنوا بلي راحت. حاجة اللي راحت لازم نستعرفوا بلي راحت لنا، يعني نعترفوا يعني بضعف يعني القوة تاعنا في الكواليس، يعني وهي كلش بالكواليس وتستاهلها المغرب كي داتها وين عطاوها وين مدوها لها، يعني وين شرفت لافريك أول منتخب عربي إفريقي يشرف إفريقيا في النصف النهائي كأس العالم. خويا ما التالي 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 الهضرة قليلة، خويا هضرة قليلة، قوة خويا قوة 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 ماشي زعقة. بالتالي حنا لازم نعترفوا بلي ما عندناش إدارة، ما عندناش إدارة، لازم نعترفوا بها. خليني من المغرب، خليني المغرب داتها، هاودي روحوا شوفوا مع السنغال فاتك، روحوا جرو حوسوا على السنغال، هذه اللي نقولها لكم، روحوا جرو وحوسوا على السنغال. لكن يجي صحافي يعني كي تهدر كيما هكا تبان لهم بلي راك ضد ولا راك منا، ماني ضد لا والو. لا لازم تعاودوا، انا قلتها لكم ونعاودها لكم، لازم ترجعوا لنقطة الصفر، تحبسوا تحوسوا على الصفر وين راح، حطوه وقعدوا وقعدوا شوفوا. وباش تنطلقوا مين تنطلقوا تنطلق يعني على يقين. حنا رانا في غلط، رانا غالطين في الطريق، ورانا نبحثوا على حفرة اللي تخرجنا في الطريق الصحيحة. حنا رانا تحت الأرض باش انا عارفين الطريق وين راهي، والله ما عارفين الطريق وين راهي. هذه باش يكون في عندكم، نشوفوا كذبوا ولا صاحبي، وقاعدين نكذبوا على روحنا. انا نكذبوا على روحنا، هذا نكذبوا على روحنا، ماناش عارفين روحنا وين رانا. الناس يتكذبوا صايب، هذه هي. عارفين روحنا وين رانا قالبينا، والله واحد ما راه عارف وين راه قالبها.
انا نقولكم راكم يا الله تمشوا ومشي باغيين تستعرفوا بالغلطات تاعكم. راك تشوف يعني داوها لنا 2025 روحنا 2027 قال لك لا لا رانا قال لك الدوسي تاعنا مازال 2025 يا ربي روح تربح غاديك هذا قصر تكذبوا علينا ولي هاك بنادم تكذب عليا هاكا تكذب عليا ديريكت تكذب عليا هذاك خاسر قول راني خاسر جماعة الله غالب يعني والله لا والله لا كنا طامعين والله غالب وكنا موجدين وحنا باش نحضروا باش نديروا وراكم تشوفوا الله غالب الاوضاع والاحداث ومنا وراكم تشوفوا نورمال هاك غابر روحك يخرج لك ممكن بالاعلام لا يقول لك اشاعات حنا مازال الدوسي تاعنا 2025 يا ودي نيجيريا على سحبتها ما كاش اللي بغى يترشح مع المغرب كانوا عارفين باللي المغرب داتها كانوا عارفين باللي ما كاش اللي بغى يترشح الواحد انت حطيت الدوسي تاعك تحطو بالعاني دوسيات باش تهينوا الجزائر متالي كاع شنو اللي زاتشي راح بغى يترشح كاس بغى يترشح للفيفا فما اهانه للجزائر زيد درتو دوسي 2025 اهانه للجزائر ودرتو وزاد زفيزف بغى يترشح العضوية إهانة للجزائر ما دامكم انتم راكم ديروا في إهانة للجزائر هذه متالي كاع صار كيما دوك اللي كانوا يكذبوا قال لك تعقل نهار الاول مي قال لك انفرتيلو القناة ولا ومن بعد قال لك لا كذبة باينة قال لك كيما كان لا تكملوا فيها قال لك انفرتيلو قالنا حطوا الميلو في روحه هو نشوفوا هذه لافير هذه نقول لكم ناس نورمال عادي عادي خويا مسؤوليات نورمال تكذب نورمال كيما راهم يكذبوا عليكم كيما هكا يعني يكذبوا عليكم شوف كاع صوالح يكذبوا عليكم نورمال هذه هي تشوف انت محسوب يا ودي اتحادية ومدرب اللي تمثل لهم امراة الهدرة اللي ما تقولش يحضروها تحضرها امراة تكون يديروها هي رئيسة اتحادية والله العظيم يديروها هي رئيس اتحادية هيا تقابل فاطمة مولات الحزامة مولات التحزيمة فاطمة تاع ساموراي تاع السنغال هي مولات الحزامة يعني عادي نورمال عادي معليش شوبير عطال غادي اودي تشيك عطال تاعك تاعي بس تهضر لي على عطال 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 بس تهضر ولا عطال قارو العطار قارو قارو تعاودي وليا وين نقولك قارو العطار تاي ما نلعبوشي ساعة كوني ما نلعبوش نقارو العطار تاي برا ونعاودو نردو العطار ياه كاش مشكلة عاودوا نردوا لكم كاش مشكلة عاودوا ان شاء الله
ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله دائما معكم بجديد، ونمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم. صحيتو خاوتي.